الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق جمال كوتشر إن تأخر الحكومة بتوزيع الرواتب وحصرها بالأيام الأخيرة من الشهر أثر سلبا على حركة السوق. وأضاف كوتشر أن السيولة المالية اللازمة لدفع الرواتب غير متوفرة، والاحتياطي البنكي يشهد نقصا في مدخراته، مبينا أن الموارد المالية قد لا تكفي لتوزيعها خلال الفترات المقبلة. وتعاني السوق العراقية من إرباك وتذبذب شديد نتيجة زيادة أسعار السلع والمواد الأساسية من جهة، وحصر توزيع الرواتب بأيام محددة من جهة أخرى، ما يربك السوق ويقلل من القدرة الشرائية للمواطن. قالت غرفة صناعة كربلاء إن القطاع الصناعي الخاص في العراق يواجه حربا داخلية تعيق منافسته أمام الصناعات الخارجية. وأضاف رئيس الغرفة كاظم الياسين أن القطاع الصناعي في العراق يعاني من مصاعب جمة بسبب غياب الدعم وفتح الأبواب أمام الصناعات الأجنبية للدخول في منافسة المنتج المحلي دون إجراءات تميز المنتج الوطني. وكشف الياسين أن 1600 مصنع في كربلاء في مختلف الصناعات يمر بضغوطات وصعوبات بسبب غياب الدعم الحكومي. أقرت مديرية المرور العامة أن بغداد لوحدها فيها 480 شركة جميعها تستورد السيارات، ما أسهم في تكديس السيارات وتفاقم الزحامات. واعترف مدير المرور العام طارق الربيعي أن هناك نوافذ أخرى لدخول السيارات، مشددا على وجوب إيقاف استيراد السيارات لما له من آثار اقتصادية وبيئية سيئة. وأوضح الربيعي أن هناك عدة حلول لكنها تحتاج إلى تنفيذ، مثل إنشاء المجسرات والأنفاق والتفاوت وتغيير الدوام في الوزارات والجامعات والمؤسسات، مبينا أن عدة مؤسسات عليها التعاون مع مديرية المرور، مثل أمانة بغداد ووزارة النقل ومديرية الطرق والجسور. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وبقية المحافظات. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 384 ألف دينار وسعر شراء 380 ألفا، فيما كانت أسعار البيع ليوم الخميس 382 ألف دينار للمثقال الواحد. وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضا عند 354 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا. كشفت اللجنة المالية في البرلمان المنحل عن سعر بيع النفط الذي سيتم تحديده في موازنة عام 2022. وقال عضو اللجنة فيصل حسين إن سعر البيع في موازنة عام 2022 هو 60 دولارا أو قريبا من هذا الرقم، معللا ذلك بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية والمؤشرات التي تؤكد استمرار ارتفاع أسعار النفط. وأشار حسين إلى أنه بات من المفترض أن تكون الموازنة مريحة للشعب، مطالبا بإطلاق درجات وظيفية جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية. كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض ملحوظ في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 51 ألف برميل يوميا فقط خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5,103,000 برميل يومياً، منخفضة بمقدار 216,000 برميل يومياً عن الأسبوع الماضي الذي بلغ 5,319,000 برميل يومياً. ختام الموجز، إلى اللقاء.